شكرا لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم غنصاوبوا واحد الفطور مع بعضياتنا، صراحه كيجي لذيذ بزاف وسهل. دخل الكوزينه طغيت توجديه، هو سهل وتفرحي بيه وليداتك الصغار. ضروري كاين بدل الروتين، ونهار في السيمانه ندير واحد الفطور هو يكون مميز باش نفرحوا وليداتنا. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج بيكاس، مسكن ديال الزيت، مسكن سنيده، خلطه مزيانه، كيس الفاني، جوج كيسان ديال الحليب، الفورس هز معايا كاس ونص ديال العنبة ديال الفورس، نخليو دابا يطيب وناخد الطاس غنديرو فيه صينية الفرن، زيت الزيتون، بودرة الثوم، شوية بابريكا، شوية الزعتر.
خرجت هذاك الكوز ديالي من الفران كيجي على الشكل هذا راه حسن كيجي كيسهل البنات. اذا الحاجه اللي كتقول ديال غديروا فوق من الفرماج من الفوق الاحسن ديروا فوق منها طابي الومنيوم على حساب باش داك الفرماج ما كيتحركش وكيجي على هذا الشكل كيجي زوين. الوافل ديالي كيجي على هذه الطريقه هذه صراحه كيجي زوين بزاف ولادات الصغار كيبغيو بغيو نفرحوهم صراحه ما كنديروش ديما لكن مره في السيمانه صراحه نهار الجمعه كنبغي نفرح الوليدات واحد الفطور زوين. الزين كيبقى على حساب الذوق واللي عنده فراوله يحط فراوله. انا صراحه ما عنديش فراوله ولا بنان ولا معاه ما عنديش انا لا بنان لا فراوله غادي باش مكان اهم حاجه نفرحوا الوليدات. عندي هنايا داك المسمن ديال الفران اللي كتصايبت معاكم شفتو الطريقه ديالو كان عندي في الفريكو سخنته صراحه كيبقى زوين واخا كديري في الفريكو كيبقى صراحه زوين كنبقاو عندي ثلاثه. الصوص ديالي جا على هاد الطريقه صراحه كيجي لذيذ بزاف كيجي مقرمش هو الفطور ديالي للناس المتواضيع صراحه ماشي كل نهار كنجهز الفطور بحال من هكا راك تعرفوا يعني اللي كان مع فطور لكن عندي نهار في الاسبوع من يوم النهار الجمعه ضروري خصني نصاوب لي فطور يكون مميز كفطور يكون زوين على قد الحال. خبيزات هذو اللي كتصاوب معكم من قبل اللي فيهم داك الحبه السوداء هنايا البيض دايره فوق منو الحار كيبغوا فوق منو الحار والوافل هذا ومسمنات اللي صاوبت معكم هذا التست هذا صراحه نجربوه غير جديد وضروري من اتاي مغربي صراحه ما كنشربوش ديما اول مره في السيمانه ما كيشربوش من اتاي بزاف مغربي. عندي فقاس صراحه نشارك معكم هذا الفقاس كيجي لذيذ بزاف كيجي كيتقرمش وضروري من التمر. وهذا هو الفطور ديالنا وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.